مكملين كلام عن القمح وموسم حصاد القمح السنة دي. بالفعل موسم استثنائي، وده اللي ظهر في جولتنا في عدد من المحافظات، وإحنا تعايشنا مع الأهالي في الحقول في مراحل التوريد للصوامع والشون. من ضمن المحافظات اللي فيها زيادة في الإنتاجية محافظة بورسعيد، عشان كده تم تشكيل عدة لجان لمتابعة الحصاد والتوريد من المزارعين لتسهيل الإجراءات وتسريع وتيرة التسليم في الصوامع. إحنا معانا على الهاتف الدكتور حسني عطية، وكيل وزارة الزراعة ببورسعيد. بنرحب بحضرتك، صباح الخير عليك. نعم صباح الخير يا فندم، صباح الإشراقة والأمل على مصر وكل المصريين يا رب إن شاء الله. يعني في البداية حابين نعرف من حضرتك نسب التوريد لغاية النهاردة من الحقول وصلت لحد فين، وهل في نسبة محددة لحصر المحاصيل اللي تم توريدها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا في محافظة بورسعيد بنزرع حوالي 14596 فدان، أي قرابة من 15000 فدان. المراحل اللي مر بيها الانتاج الزراعي خلال الموسم المنصرم او الموسم اللي فات كان عباره عن ان وزاره الزراعه قدمت خدمات للساده المزارعين وقدمت خدمات ارشاديه، وخدت عند بورسعيد 40 حقل ارشادي، وكانت الوزاره وزاره الزراعه بتدعم الحقول الارشاديه بتقاوى مجانيه لكل الحقول الارشاديه. طبعا ما نقدرش نغفل دور البحوث الزراعيه في ان هي كانت بتقدم التقاوي المنتقاه للحقول الارشاديه اللي موجوده عندنا. فطبعا كل محافظه ليها صنف معين، والصنف ده بيتماشى مع طبيعه التربه وطبيعه درجه الحراره ودرجه الرطوبه اللي موجوده. سخه 95 اعتقد، صح؟ الإضاءة. تمام؟ صح يا دكتور، سخه 95 التقاوي الجهه اللي احنا استخدمناها مؤخرا، صحيح؟ والله انا طبعا عندي في صنف جيزه 171 ومصر 1 ومصر 3، دول بيتميزوا عندي جدا، لان طبعا طبيعه درجه الحراره اللي في محافظه بورسعيد منخفضه عن باقي المحافظات طبعا خلال الموسم كله. ايوه. طيب احنا مجمل الاراضي الجديده اللي تم زراعتها قمح في العام الاخير او في الموسم الاخير 250000 فدان، يعني ربع مليون فدان، نصيب محافظه بورسعيد كان فيهم كام يا فندم؟ بالنسبه لزراعات القمح نفسها حوالي 15000 فدان خلال الموسم اللي فات. قدرنا ان احنا يعني من خلال يعني عندنا مناطق جديده، انا قصدي تم زراعتها بالقمح، لان عارف ان في توسع او توجه عام من الدوله ب ان كل محافظه يبقى ليها نصيب زياده وحقول زياده من هذا الامر. تمام يا فندم، كل محافظه لازم يكون ليها توسعات خلال الموسم بالنسبه للزراعات عموما، وبرضه بنركز على الاصناف اللي يعني بتقاوم الملوحه مثلا، الاصناف التي تقاوم الظروف الجويه، الاصناف اللي بتقاوم الجفاف. يعني الدوله بتهتم دلوقتي بالعناصر دي عشان تزداد الرقعه الزراعيه. طب احنا حظنا كان حلو الشتاء ده، ان الشتاء كان طويل شويه ودخل جوده السنبله نفسها احسن، السنبله نفسها. تمام صح؟ تمام تمام. يعني درجه الحراره في الفتره الاخيره في فتره نضج المحصول كانت درجه الحراره منخفضه شويه عن الاعوام السابقه، فده ادى لامتلاء الحبه وادى لزياده الانتاجيه، ولدرجه ان المزارعين النهارده بيقفوا في الحقول يرقصوا. وطبعا انتشرت على السوشيال ميديا حاجات زي كده كتير، لان الموسم ده من عند ربنا سبحانه وتعالى الموسم خير وسعاده على كل المصريين، وفي اراضي وصلت فيها الانتاجيه عند بورسعيد ل 22 ارداب مع وجود درجه ملوحه في الاراضي ووجود حاجات تعرقل هذه الكميه من الانتاج، ولكن بفضل ربنا الانتاج السنه دي كان ده رقم كبير جدا يا فندم. يعني الرقم المستهدف عامه بيبقى 18 او 19، فده يعني في بعض الحقول كان بيوصل 15 متوسط المحافظه. متوسط المحافظه عندي 16 ارداب للفدان، في حقول بتجيب اقل من 16 وفي حقول بتجيب اعلى من 16، فاحنا بناخد المتوسط على مستوى المحافظه. هايل. طب حضرتك التسهيلات اللي بتطرحوها عشان تيسروا على المزارعين في توريد المحصول، ممكن تكلمنا عنها؟ اولا انا بشكر كل مزارعي مصر طبعا، لان عندهم الحس الوطني اللي هو بيقول لهم ان احنا مصريين، وفي وقت الشدائد بنلاقي بعض. الساده المزارعين وكل اخواتنا المزارعين والفلاحين واللي عندهم قمح اللي ما كانش بيورد السنه اللي فاتت، بحس وطني بيورد السنه دي.
نظرا للازمه اللي موجوده، الازمه العالميه. أيوة. ولكن انا يعني عايز اتوجه بالشكر لكل القيادات السياسيه وكل القيادات التنفيذيه وكل المزارعين، مزارعي مصر اللي عليهم العبء الاكبر في توريد القمح. طبعا احنا بنحسهم وبنقول لهم الكلام ده كله، ومع فخامه رئيس الجمهوريه كان ادى حافز اضافي لتوريد القمح. كل اردب صحيح. صحيح. احنا وحضرتك بتتكلم على التوريد يعني، وجهود طبعا وزاره الزراعه طبعا يعني، وحضرتك وكيل وزاره الزراعه في بورسعيد مفهومه جدا، ولكن انا عايز اتكلم على الصوامع، واعتقد هي يعني زي ما قلنا كده زي بمثابه البنك المركزي، احنا بنحط فيها القمح وبناخده مره ثانيه. احنا 3.6 من 10 مليون طن قدرنا نحطهم في صوامعنا، كان 1.2 مليون في 2014، رقم ضخم جدا، عملنا صوامع كتير جدا. نصيب محافظه بورسعيد كان كام يا دكتور؟ تمام، احنا عندنا موجود عندنا صوامع لشركه فطاحل شرق الدلتا داخل المحافظه، وموجود في المنطقه الصناعيه جنوب بورسعيد في صوامع شركه بورسعيد للمطاحن الحديثه. صوامع شركه بورسعيد للصوامع الحديثه دي بتسع 21,000 طن، واحنا يعني لو وصلنا ل 16,000 طن عشان عنصر الامان في الصوامع بيبقى كده وصلنا ان احنا نملى الصوامع. ومطاحن شرق الدلتا عندها ساعه تخزينيه لمحصول القمح حوالي 9500 طن، وعندنا كمان منطقه شرق القناه ومنطقه سهل الطينه اللي موجوده في شرق القناه دي بتورد في مطاحن او صوامع الامطره شرق عشان المعديه، وعشان هم قريبين من صوامع الامطره شرق. في الاخر بنورد في الصوامع اللي تخص مصر كلها. وعندي كمان بعض المزارعين اللي موجودين في منطقه بحر البقر، المنطقه دي قريبه لصان الحجر ففيها صوامع صان الحجر برضو، في بعض المزارعين بياخدوا تصريح من التموين ويوردوا هناك لحساب محافظه بورسعيد. احنا حتى صباح اليوم عدينا 9500 طن، وده عمره ما حصل في محافظه بورسعيد. كان اقصى توريد ده حقيقي. ايوه فندم، كان اقصى توريد فعلا من 3.5 ل 4000 طن خلال الموسم كاملا. احنا لسه في بدايه الموسم او في الثلث الاول من الموسم، الموسم عندنا ينتهي مع انتهاء شهر 7 او بدايه شهر اغسطس. خلال الموسم كله كان في الاعوام السابقه ما كناش بنوصل ل 4000 طن توريد للمحافظه. النهارده وانا لسه في الثلث الاول من الموسم وصلنا ل 9500 طن من صباح اليوم. ده طبعا لسه طبعا قدامنا الموسم ما شاء الله، فان شاء الله من المستهدف بالنسبه لنا ان احنا نوصل ل 25,000 ل 35,000 طن، الحد الادنى بتاعنا 25,000 طن، وممكن نوصل ل 35 ويزيد، وان شاء الله كلنا جاهدين وبنعمل على ان الكميه وهنقدر ان شاء الله يا دكتور. يعني مجهودات كبيره، ومحصول القمح مش بس محصول استراتيجي في مصر لكن خاصه دلوقتي سلعه مهمه جدا في العالم كله. كل الشكر ليك للدكتور حسني عطيه وكيل وزاره الزراعه.